فيها رئيس أركان القوات البرية اللواء الركن حسين عبد الله، فليتفضل. اسمحوا لي في هذه المناسبة، نحن نحيي عيد الشهيد. أن أسأل الله العلي القدير أن يعتذر كل من يعتذر كل من ضحى في هذا الوطن بأغلى ما يملك. يسلك العم السابق الفريق ركن أحمد المهدي لإلقاء كلمته، فليتفضل. السيد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، السادة رؤساء الأركان العامة النوعية، السادة رؤساء الهيئات ومديري الإدارات، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فبراير 2019 استلمت الرئاسة، وكانت رسالتنا واضحة وجلية، وهي إعادة هيكلة وتنظيم الجيش الليبي. تفضل الآن سيدي رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد علي أحمد الحداد لإلقاء كلمته بهذه المناسبة. بداية لقاؤنا هذا نرفع كف ضراعتي ترحبا على أرواح شهدائنا الذين ضحوا بأنفسهم من أجل حماية الوطن وصون كرامته والدفاع عن الشرعية والحفاظ على مبدأ تحقيق الدولة المدنية. وهنا لا يسعني إلا أن أقف وجدانا واحتراما إلى غرفة العمليات العسكرية المشتركة بالمنطقة الغربية بقياداتها وأفرادها من الجيش والقوة المساندة. تسليم درع رئاسة الأركان من رئيس الأركان السابق الفريق ركن محمد مهدي إلى رئيس الأركان الجديد، تمنيا له التوفيق في أداء رسالته. في نفس الوقت يتفضل سيدي رئيس الأركان العامة الفريق أول محمد الحداد لتقديم درع بالمناسبة إلى السيد الفريق ركن محمد المهدي، متمنيا له التوفيق في حياته ومستقبله. محمد الحداد يرجى من الحاضرين الترحيب بالجلوس والانتظار. أكاديمية من الزهور على نسبة الكامل لشهداء 4 يناير وشهداء